السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. في البداية كل سنة وحضراتكم بألف خير وصحة وسعادة ورمضان كريم عليكم وجمعة مباركة على الجميع. ما تنسوناش من صالح دعواتكم إن شاء الله. ما تنسوش الأخوة في فلسطين من دعواتكم في هذه الأيام المباركة بعد الاعتداءات الغاشمة المستمرة من الكيان الصهيوني على الأخوة في فلسطين. ربنا يرزقهم النصر إن شاء الله والثبات بأمر رب العالمين. في البداية ريت كل الناس بيشوفنا تعمل لايك، واللي بيتابعنا لأول مرة اشترك معنا بالقناة، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة الخاصة بالقناة. اتحاد كرة السلة، اتحاد كرة السلة هل هيتخذ موقف ضد مدرب نادي الزمالك في الجهاز المساعد لأحمد مرعي لكرة السلة بعد تلفظه بلفظ خارج ضد حكم اللقاء بالأمس؟ طبعا انتوا عارفين مباراة النادي الأهلي وكرة السلة ونادي الزمالك انتهت فوز النادي الأهلي. الأهلي يعتبر عمل ريمونتادا، كان متأخر ب 15 بونت وفاز على نادي الزمالك، وتم طرد لاعب محترف نادي الزمالك لتصرف أو لسوء السلوك مع الحكم. وبعد ما الحكم طرد واستحق الطرد، يعني لقينا سمير جودة لاعب زمالك سابق وحاليا في الجهاز الفني مع أحمد مرعي بيترفص بلفظ خارج ضد حكم اللقاء. هل أبو فريخة هيعمل نفسه مش واخد باله ولا إيه الدنيا يعني؟ جمال عبد الحميد ونادي الزمالك، جمال عبد الحميد ونادي الزمالك، واللي بيحصل من إعلام نادي الزمالك واللي بيحصل من مسؤولي نادي الزمالك، لسه مرتضى منصور هيطلع يتكلم على فكرة في موضوع بيراميدز ده، هيدلو بدلو زي ما بيقولوا يعني جماهير نادي الزمالك، كل ده بيدل على رعب نادي الزمالك من النادي الاهلي. انتوا عارفين طبعا اتحاد نادي الزمالك هو بطل الدوري النسخه الماضيه، والكاس اللي بيتلعب والنهائي بتاعه اللي هيتلعب ما بين النادي الاهلي وبيراميدز ده هو بتاع العام الماضي، والزمالك هيواجه الفائز من الاهلي وبيراميدز. الزمالك واقع من الدور العاشر، اداره نادي الزمالك والجمهور حالتهم صعبه، بطولات مفيش، لعيبه مفيش، مدير فني مفيش اي حاجه خالص يعني. من وجهة نظرهم هم شايفين بيراميدز بالنسبة لهم سهل، رغم ان بيراميدز طلعهم من كاس مصر يعني، لكن هم بالنسبة لهم الاهلي وفي الامارات كمان بعبع بالنسبة لهم يعني، الاهلي وحضور جماهيري. الراجل مرتضى منصور نفسه فاكرين الماتش اللي فات بتاع لما كسبنا الزمالك في السوبر طلع هاجم يعقوب السعدي، واشمعنى الملعب ده ومعمول لنا عمل، ويعقوب السعدي انت اصلا مش امارات، فاكرين القصة يعني. فهي حالة كاس السوبر هيكون في الامارات في شهر 5، فهي حاله من حالات الرعب، فبيحاولوا يضغطوا على النادي الاهلي، يستفزوا النادي الاهلي، طلعوا النادي الاهلي من تركيزه كلاعيبه. مش بس كده، بيحاولوا يضغطوا على اتحاد الكره، بيحاولوا يضغطوا على التحكيم، بيدعموا قصه بيراميدز ان انا مش شايف فيها اي شيء غير قصه الجمهور. بيراميدز هو بيتكلم على الجمهور، التحكيم انا عايز تحكيم اجنبي، واتحاد الكرة هيجي لقصة اتحاد الكرة والخناقة عن على الحكام المصريين ده. هم اساسا مش الكارثة اللي ممكن يجوا لي حكم جديد يعني، وحتى لو قديم، وحتى ده الحكام القدام الاهلي عليهم اعتراض بالنسبة للنادي الاهلي، وبيراميدز له اعتراض على بعض منهم يعني، لكن انا مستغرب حتى اعتراف منهم ان اللائحة ما ينفعش تطبق في هذه المباراة، لان انا اعلنتك قبل المباراة اساسا ب 10 11 يوم يعني. فازاي اطلب منك، انا اذا كنت انا كاتحاد كرة ما كنتش اعرف المباراة موعدها غير من 10 ايام، ازاي طالبك انت تقول لي من قبلها ب 14 يوم يعني؟ لكن زي ما بقول لحضراتكم، يا الفكرة كلها بيراميدز ده جمال عبد الحميد بيقول نكت، جمال عبد الحميد بيقول نكت، جمال عبد الحميد طالع بيقول لك ايه؟ بيعلق على بيان بيراميدز، ما اعرفش انت مش تعرف انت ايه علاقتك بالقصة يعني. واي واحد زملكاوي ها مش تعرف كإعلام، انت النهارده لما تيجي تتكلم عن الدوري حقك، انت في احد اطراف الدوري، في مشاكل في الدوري مفيش مشكله، لما تيجي تتكلم في مباراه في الدوري ممكن اقول حقك، اصل نتيجتها مثلا هتاثر على ترتيبك في الدوري مش عارف ايه، لكن انت بتتكلم في نهائي كاس مصر انت خرجت منه القصه منتهيه، فمالكش ان انت تتكلم. انت المفروض نادي بتبحث عن البطوله مش نادي، ده المنطقي هنا، لكن الطبيعي ان هو عايز الاهلي يخسر بطوله. طبعا الخطيب اما مرتضى منصور قالها بشكل واضح وصريح، زعلانين بعد ما طلع من الحبس، زعلانين ليه؟
هو الخطيب خد بطوله، الخطيب خد ابطال افريقيا، الخطيب خد الدوري، الخطيب خد، ما خدش حاجه، انتوا زعلانين ايه؟ فهي الفكره كلها ان الاهلي ما ياخدش بطوله، عشان لو خد بطوله الجماهير هتغضب اكتر من مرتضى، بيعقدوا مقارنه. ولما يجي خالد مرتجي يقول لك الزمالك وجمهور الزمالك بيغير من بطولات النادي، يقول لك بقى والتشنج ولا طب يا جماعه حبيبي ده عضو مجلس اداره كمان على قناه نادي الزمالك بيتكلم على ان النادي الاهلي بيتجدد، بيقول لك ايه؟ بالنسبه لبيراميدز بيقول لك هم تساهلوا في قرارات كتير جدا بالذات مع النادي المنافس. يا راجل النادي المنافس اللي كل مباراه معاه يطلبوا حكام اجانب، وده حقهم وده حقنا وبنطلب هذا ومبسوطين بهذا، يعني مباراتك انت بتعدي ولكن في حاجه، مباراه المنافس تلاقيهم من قبل المباراه هاني سعيد وفتح الله والمسؤولين في بيراميدز عمالين يطلعوا بيانات ويتكلموا وينتقدوا ويهاجموا وبتاع ومش عارف ايه. انت محدش رغم الظلم التحكيمي اللي بيحصل لهم محدش بيفتح بقه، بلاش كده. هم تحملوا ايه يعني؟ ده هو نادي بيراميدز ده دلوقتي، يعني بغض النظر عن اللعيبه دي انا مش عايزها، لكن لما تلاقي نادي شغلته انه يحارب النادي الاهلي وياخد كل حاجه من النادي الاهلي، يعني رمضان بيراميدز احنا رجعناه وصنفرناه بعد ما كان قاعد هدرسفيلد ما بيلعبش، جه فايلر لمعه ورجعه تاني منتخب الدنيا ظبطت ومشيت معاه، جه خده رمضان صبحي مش لانه هو اعلى بطولات ولا هو اكتر اسم من النادي الاهلي، لان الفلوس اغرب الفلوس، نادي بياخد كل حاجه، نادي عنده الامكانيات والقدرات لكل حاجه، نادي يعني انا مش قادر نفسه ماديا، انا بقول لك وانا كنادي اهلي مش هقدر اجريه على الارقام عشان عندي غرفه اوضه اللبس زي ما بيقولوا، ما اجيش شد واحد 200 مليون وادي واحد 10 مليون، يعني ما ينفعش. خد من النادي الاهلي احمد سعيد، احمد فتحي، خد من النادي الاهلي رمضان صبحي، مش هتكلم عن عبد الله السعيد ولا شريف اكرامي ولا ولا ولا. النادي الاهلي لما يخش في صفقه مجرد اسم النادي الاهلي ما يتذكر ان الاهلي بيفاوض اللاعب، تلاقي هم دخلوا خدوا اللاعب، يعني الكلام كان قبل كده انتشر عن الاهلي ومصطفى فتحي وكان راح ده خد اللاعب، ما بقولش ان النادي الاهلي تفاوض مع مصطفى فتحي يعني، لكن انا بقول ان ايه اللي ينقص هذا النادي؟ يقول لك ايه؟ تغاضوا وتساهلوا في قرارات كتير جدا بالذات مع النادي المنافس علشان الدنيا تمشي والاستثمارات تبقى في مصر. قالك اتمنى اتحاد الكره يراجع نفسه علشان بيراميدز ياخد حقه، علشان بيراميدز ياخد حقه اللي هو ايه سعادتك يعني؟ حقه في ايه يعني؟ حقه في ايه؟ قال حقه في ايه؟ حقه ان انا المشكله كلها عند بيراميدز زي ما قلتها قبل كده هي قصه الجماهير، وهنيجي تاني ده في كارثه. بيقول لك اتحاد الكره بيطالب الجهات بزياده الحضور الجماهيري، ده اساسا بيراميدز مشكلته ان هو هيلاعب النادي الاهلي بجمهور، بيتكلموا على تكافؤ الفرص ازاي؟ انا ده عايزنا اشتري حصه الجماهير بتاعت بيراميدز باكتر من مليون جنيه ازاي يعني؟ وبتقول لي ان انا لو ما اشتريتهاش هتوزعها على المنافس فين؟ فهم مشكلتهم في الجمهور اكتر من الحكم يعني. فجمال عبد الحميد بيقول لك ايه بقى؟ ربنا كان بيبقى معانا، بيقول لك اتحاد الكره يراجع موقفه بالنسبه لبيراميدز علشان ياخد حقه مره واحده، مره واحده بيراميدز ياخد حقه. قال لك ربنا كان بيبقى يعني كان بيبقى كل حاجه علينا وكنا مستحملين وربنا بيكرمنا وبناخد البطولات. انت مستحملين؟ باماره الوزير ما قعد مع لاعب عندكم، باماره الوزير ما 200 مليون اداهم دعم ليك، باماره ما انت اتسجل لك اللعيبه وانت مديون، باماره ان انت بتشارك في افريقيا وانت المفروض ما تاخدش الرخصه، كل هذه الامور يا استاذ جمال عبد الحميد بنتحارب كل ده يا اخي. والله بعض الناس بتكتب لك الاهلي الهلال جاله 90,000 ال 50,000 خليتهم 90,000، هو بالمره لسه بتصل كارخ مش 90، قال لك 50,000 خليهم قالوا 90,000 واحنا في مباراه الترجي جالنا 10,000. طب وانت طلبت 50,000 في مباراه الترجي؟ لا. طب وقت مباراه الترجي انا كان عندي مباراه في نفس الجوله معاك واخد بالك، وانا لعبت مباراه يعني، ما انا بلعب ثلاث مباريات وانت بتلعب مباريات، ثلاث مباريات، انا النهارده انت لعبت مباريتين على ارضك، المباراه الثانيه بتاعتي لعبتها على ارضي طلبت 20,000 30,000 الامن وافق لي ب 10، انت المباراه الثانيه في الجوله الثانيه بتاعتك على ارضك بس بعد باسبوعين لانك انت لعبت بره اول جوله ولا ثاني جوله، فالمباراه الثانيه المفروض اللي على ملعبك على ارضك جت بعد مني بعد انا ما طلبت 20,000، الامن هيقول لك خد 20,000؟ لا. طب النادي الامن ليه ادى النادي الاهلي 50,000؟ ها؟ لان انت اولا كنت طلعت بره مباراتك مع المريخ تحصيل حاصل، حصلت وبتلعب على لقب وصيف حصاله او حصاله، دي حاجه. الحاجه الثانيه حضرتك ما طلبتش لانك خايف من جمهورك اساسا، قبلها كان الجمهور بيشتمك وبيشتم اللعيبه وبتاع ويشتم وخناقات في مجلس الاداره، مرتضى وامير مرتضى مش بتاع
فانت ما طلبتش ال 50 واحد كمان، انت ما طلبتش 10,000، ده انت ما طلبتش حاجه. ها لو كنت طلبت والامن رفض لك في التوقيت ده يبقى المقارنه في محلها، لكن غير كده يبقى هجس، بتهجسه وبتمشي ورا كلامه. المهم بيقول لك جمال عبد الحميد ايه، كنا بناخد البطولات وكنا مستحملين، نادي بيراميدز محتاج ياخد بطوله، طب نعمل له ايه؟ ناخد له بطوله، نلفها له لفه هدايا كده، نقول اتفضل بطوله يعني، مش عارف. لكن تاني وتالت وزي ما جمال احمد ده الامور كلها يعني رعب من النادي الاهلي، هذا الكلام دليل على ذلك، خايفين يقابلوا النادي الاهلي في السوبر في الامارات. قال لك البعض قال للمدربين جماعه عمين اللي بنفرضهم امور سيئه عن نادي الزمالك، فحاولوا يوضعوا شروط صعبه لم نقبلها، لان المدرب يجب ان يوافق على شروطنا وتعلمنا من دروس الماضي. هذا اعتراف صريح من جمال عبد الحميد بفشل مرتضى منصور في الماضي في التعاقد وشروط التعاقد مع فريرا وغيره من المدربين، يعني سواء جروس او المدربين اشتغلوا مع مرتضى منصور، يعني قال لك ده تعلمنا من دروس الماضي. اعتراف بيعترف بفشلك يا مرتضى منصور، بيقول ان انت اخطات في التعاقدات وانت السبب فيما يحدث نادي الزمالك بالنسبه للمدربين، وبتتعلموا دلوقتي من اخطائكم اللي فاتت. يعني زي ولا حضراتكم إيهاب الكومي، مش عارف مين شغالين كلهم إعلامي، واتحاد كورة إيه مباراة الأهلي وبيراميدز هتشهد عودة تقنية الفار بعد حل الأزمة مع الشركة المسؤولة، بيقول لك مباراة النادي الأهلي وبيراميدز هتكون بفار. يعني قال إيه؟ قال هو بيقول يعني بعد حل الأزمة مع الشركة ما محلولة بقى. لا الكلام الصح يا أستاذ إيهاب يا كومي، مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي الكأس ستشهد عودة تقنية الفار بعد حل الأزمة او بعد انتهاء دورة زد الودية للناشئين. ها الفار هيرجع، القصة مش، وانا خايف والله يمكن يكون ما يكونش في مشكلة وصدروا مشكلة للاعلام على اساس الدوري يتلعب والفار يتلعب بالدورة الودية في زد والدوري المصري يتلعب، والله انا ممكن عندي احساس ويقين بكده. الوزير تدخل كلام في بالنسبة بقى للخناقة بتاعت الحكام، شوف يا اخي بيقول لك الناس كتير وعلى السوشيال ميديا بيقول لك حماده القلاوي، مع احترامنا للقلاوي، مين حماده القلاوي علشان يحكم مباراه نهائي الكاس؟ اضمن منين؟ حماده بيقول لك جيد وبتاع، ما عمل ايه القلاوي يعني؟ بيقول لك في جبهه في اتحاد في لجنه الحكام، لا جبهه في لجنه الحكام بتقول لك عايزين محمد معروف. طبعا بالنسبه لي ابو نطه في الاعلام اعلاميا مره ابو نطه بيفرح ولما الزمالك بيسجل بيقفز في جوه الملعب، بينط جوه الملعب لما الزمالك بيسجل، عاوز ينقص هو يجيب الهدف، دي حاجه بالنسبه لمحمد معروف، ده بيرشحه توفيق السيد. طب وبالنسبه لبيراميدز برضه بيراميدز مش عايز محمد معروف، لانه قبل مباراه فيوتشر كانت في الكاس في الدوري اعتقد كان بيحكم محمد معروف، وكان بيراميدز طلب عين معترض على محمد معروف، ومحمد معروف كان طرد عبد الله سعيد في هذه المباراه وكان استأنف المباراه وعبد الله سعيد قبل ما ينطرد. فتوفيق السيد اللي هو موجود مع بريرا نائب رئيس لجنة عايز محمد معروف، بيقول لك بقى في برضه ناس من اتحاد من لجنة الحكام عايزين حمادة القلاوي، بيقول لك أحمد غندور وأمين عمر، أمين عمر الحكم مع أمين عمر ساسي اللي شد بتاع جمهورية الزمالك مباراة أسوان سمعوا مطب ما لذ وطاب من أحمد الغندور، احنا مش عايزين القلاوي، مين مع احترامنا يعني حتى حكم الاحتواء مش عايزين حكام مصريين، احنا مش عايزين حكام مصريين، لكن سننتظر ونرى الدنيا هتروح فين. الضغط ده هيثفر عن شيء، الاهلي لازم يتخذ موقف يطالب بحكام اجانب، الاهلي يطلع يقول لك انا متضامن مع بيراميدز في طلبه حكام اجانب لهذه المباراه، الاهلي يطلع يعني طلعوا قولوا هذا الكلام وبضم صوت الحاجه ومطالب بحكام اجانب، ما تطلع يا عم مفيش مشكله اطلع قول هذا الكلام. في النهايه شكرا على حسن متابعه حضراتكم ودمتم في امان الله ورعايته، أستغفرك ربي وأتوب إليك، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.